قرار وسيرورة العملية الانتخابية التي انطلقت عند حوالي الساعة 8 كباقي ولايات الوطن. باستدلال المكاتب المتنقلة. أستاذ جمال يحيوي، وهذه الصور التي نشاهد فيها جموع المواطنين تتوافد على مراكز الاقتراع، ماذا يعني هذا الفعل؟ هذا يعني هنالك يعني شعور خاص في مثل هذه اللحظة ينتاب المواطن الذي يذهب لاختيار من يجده مناسبا في المكان المناسب. كيف نقيم هذا الفعل الانتخابي؟ الأخ أمين، ينبغي الآن قراءة هذه الصور قراءة عمودية وقراءة أفقية، بغض النظر عن الهبة، هبة المواطنين الآن لأدلى بأصواتهم واختيار من يمثلهم. هناك قراءات من خلال هذه الصور. أولا نلاحظ، احنا نعرف بعض مكاتب الانتخاب من خلال الصور الآن المباشرة، عشرات القوائم الانتخابية. هذا يعطي مؤشر على المنافسة القوية الموجودة اليوم، البعد الديمقراطي، لأنه عدد الأوراق الموضوعة على الطاولة يعني عدد المتنافسين وعدد الأحزاب والهيئات أو التشكيلات السياسية المترشحة. في المقابل نقطة مهمة جدا ينبغي التركيز عليها، من خلال أغلب مكاتب التصويت التي شاهدناها اليوم من مختلف مناطق الوطن، أغلب المؤطرين هم من فئة عمرية بين 20 و30 سنة، وهذا مؤشر آخر. إذا لما تكلمنا عن المعطيات والإحصائيات الأولى متعلقة بوجود الشباب، لا يعني أولا عدد الشباب الذين سينتخبون أو الشباب المترشحين، بل أيضا حتى مؤطر العملية الانتخابية هم من الفئة الشبانية. مراقب الأحزاب رأيناهم جالسين الآن داخل المكاتب، في الغالب أيضا هم من الفئة الشبانية، هذا مؤشر مهم. النقطة الثانية، هذه الصور تعطي فكرة على أن المواطن الجزائري أصبح الآن على درجة كبيرة من الوعي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية في سنة